الناحية التانية اتضغط عليه عبد الحليم خبط فيه توصل على طول. يا ولد يا لعيب يا ولد يا شيكابالا يا لعيب يا ولد يا شيكابالا يا لعيب. في لحظة اتقطعت شيكابالا باص محمد خلف بتقدم لعبها من فوقيه حلوة 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 من أكتر من 40 ياردة بيجيب الجول الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 12. حلوة حلوة هنشوفها مع إيناس عثمان لما تعيد كرة حلوة حلوة على طول جماهير الزمالك. ادي اللعبة شوفوا هنا يا سلام يا شيكابالا يا سلام على الموهبة يا جماعة. حلوة 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 وشيكابالا بيجيب الجول الاول للزمالك. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب خلطة الشاطر بجول محمد خلف بتقدم مش واخد ان الكرة هتتقطع اتقطعت.